وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكاي من مدينة ريتشموند هيل في تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك صباح الناصر. أستاذ صباح، أهلا بك إلى نشرتنا. إذا ما اعتبر تلويح برهم صالح هو استقالة بعد 7 أيام من تقديمها، ما هي التداعيات الأمنية والسياسية التي ستتبع هذه الاستقالة برأيك؟ مساء الخير. أول شيء لازم نخلي نفسنا يعني محل الدكتور برهم صالح. كان هناك عليه ضغوطات من الشارع العراقي، من البرلمان، وبالذات يعني تحالف البناء، ثم ايضا من القوى الكرديه وايران والولايات المتحده. الاشكال الاساسي كان هو تحالف البناء كان يرفض الانصياع الى وفاق يعني يعطي رئيس الجمهوريه الفرصه باختيار مرشح مستقل كي يرضي الشعب العراقي، واصر تحالف البناء على تقديم مرشحيه لمنصب رئيس الوزراء. بمعنى تحالف البناء اتبع منظور سياسي ضيق لضمان مصالحه الخاصه وايضا لمصالح ايران في داخل العراق، ولكن في الحاله هذه ادى الى ازمه في داخل البرلمان وما بين البرلمان ورئاسه الجمهوريه، لانه سيضع الطبقه السياسيه ككل في ازمه حقيقيه، وممكن ايضا مواجهه مباشره ما بين الشعب والطبقة السياسية. فرسالة الدكتور برهم صالح هي في الحقيقة مو لصالح الشعب العراقي، إنما هي لإنقاذ الطبقة السياسية وبالذات تحالف البناء من نفسه. بمعنى الرسالة عبارة عن شفرة تهديد إلى تحالف البناء للرجوع إلى الوفاق السياسي والانصياع إلى إرشادات رئيس الجمهورية باختيار بديل واضح. هم تحدثوا عن خرق دستوري، ولكن لم يتحدثوا عن الخرق الدستوري بقتل المتظاهرين واختطافهم، يعني اهتمام كبير وكأنه لا يوجد شيء في العراق إلا موضوع حسم رئاسة الوزراء، لا مجالس تحقيقية بحق المتظاهرين الذين قتلوا، لا حلول، يعني تراها هو فقط اهتمام بأنه سنأتي بمرشح تقبل به إيران، ترضى به إيران، هي من تعينه، وبالتالي تحاول تمريره بشكل أو بآخر. كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ التغاضي عن ما حدث مع المتظاهرين، ألا تعتقد أنه سيولد حالة من السخط الجماهيري؟ يعني وحتى وأن جئتم بمرشح يقبلون به المتظاهرون، لكنهم لن يقبلوا لأن هنالك تغاضي على أشكال أخرى وعلى موضوع القتل والخطف. بالضبط. هي الاشكال الاساسي بالعراق من 2003 الى اليوم، وانا هذا اسميه نفاق سياسي، لان الطبقه السياسيه في كل مؤسساتها التنفيذيه والتشريعيه بل وحتى القضاء تجاوزت على الدستور وخرقت الدستور في عده يعني لحظات. بمعنى ان الطبقه السياسيه ومؤسساتها تتحرك خارج الدستور طول هذا الوقت، فبالتالي عندما حراك معينه او قوه سياسيه معينه تتهم الدكتور برهم صالح بانه خرق الدستور، هذا اعتبره نفاق سياسي. الاشكال الاساسي اللي انا اعتقده يعني هذه هي مغزى رساله الدكتور برهم صالح. الدكتور برهم صالح يريد مرشح بديل ليرضي الشارع العراقي، وبالتالي يحافظ على الوضع الراهن وعلى امتيازات الطبقه السياسيه في المرحله الانتقاليه، ويعتقد انه اذا استطاع ان يعيد تحالف البناء إلى داخل الدائرة هذه ويأتي بمرشح بديل يرضي الشارع العراقي، بإمكانه تمديد المرحلة الانتقالية لفترة أطول من 6 شهور أو 9 شهور أو حتى سنة، بالاعتماد على بعض المشاكل التقنية بما يخص بقانون الانتخابات، بمعنى مثلا تعداد السكان أو الحدود الإدارية للأقضية إلخ. فبالتالي المطالب الرئيسية للشعب اللي هي محاكمة القتلة ومحاربة الفساد والإتيان بقوانين تمثل الشعب سوف يتم الالتفاف عليها، وسوف يتم المناورة وتمديد الوقت من أجل تنميع الثورة
والاتيان بما أسميه أنا ثورة طيب. سلبية للحقوق. أستاذ صباح، حسب الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق طويلة الأمد، يعني تقع على عاتق الولايات المتحدة مسؤولية حماية العراق في حال تم تهديد الديمقراطية في العراق، لكن ألا تعتقد أن الديمقراطية مهددة منذ سنوات في العراق، وبالتالي يتحتم على الولايات المتحدة بما أنها وقعت اتفاقية استراتيجية بأن تتدخل لإنقاذ العراق من هذا المنزلق الخطير بحسب وصف الكثيرين؟ نعم، المشكلة الأساسية أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة نتيجة لقصر نظر سياساتها في العراق اللي أدت إلى طبعا ازدياد النفوذ الإيراني في العراق، هو محاولتها يعني أن تبقى على الوضع الراهن في العراق كما هو عليه، بس بمعنى يعني بتدفع ضد النفوذ الإيراني نوعا ما في داخل العراق، ولكنها لا تريد تغير المعادلة السياسية والقوة السياسية، لأنها تخاف أن إذا صار تغيير جذري في العراق قد تؤدي التغييرات هذه إلى خروج العراق وقرار سياسي خارج نفوذ الولايات المتحدة، فبالتالي هي تتحرك خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف. وأنا أعتقد أن أحد يعني أهداف رسالة الدكتور برهم صالح إلى البرلمان هي تحذير إلى تحالف البناء، بأنه في حالة الإصرار على مرشح من تحالف البناء برهم صالح سيستقيل وسيضع البناء تحالف البناء في مواجهة مباشرة مع الشعب العراقي قد تؤدي إلى عنف ويمكن حرب أهلية. في هذه اللحظة ممكن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا، ولكن هذا بالضبط أيضا اللي تريد إيران تريد تسليح وعسكرة الصراع في العراق كي تدير أزمتها العضوية في داخل إيران. وضحت الصورة، العراق يمثل عمق استراتيجي بالنسبة لإيران، ومن خلاله تحاول هي أن تدير أزمتها، فبالتالي أي تصعيد في العنف هو لصالح إيران، ولذلك أنا أنصح بعدم التدخل. من تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك صباح الناصري، شكرا جزيلا لك سيدي.